بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في المقدمة: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. أدناه غين خاؤها والقاف. أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافاته إذ واليا. لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها. والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا. والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا. من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفا مع اطراف الثنايا المشرفه. للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. مهموسها فحثه شخص سكت. شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. وفر من لب الحروف المذلقة. صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا. في اللام والراء وبتكرير جعل
وللتفشي الشين ضادا استطل. باب معرفة التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب في ذكر بعض التنبيهات. فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله، ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوة اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسقو يسقو. باب أحكام الراءات. ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. باب أحكام اللامات وأحكام متفرقة. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا، لاطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع بسط، والخلف بنخلقكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى،
وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنتا. باب الإدغام. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحوا لا تزغ قلوب فالتقم. باب الضاد والظاء. والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلما أغل الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى عظين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. باب أحكام النون والميم المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرى لا بغنة لزم وأدغما بغنة في يؤمنوا إلا بكلمة كدنيا عنونوا والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. باب أحكام المد. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة
متصلا إن جمع بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا باب الوقف والابتداء وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذا ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب باب المقطوع والموصول في الرسم واعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد أتى فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هودلا يشركن تشرك يدخلن تعلو على ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما نه قطعوا مما ملك روم النساء خلف المنافقين أمن أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف لنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضتم اشتهت يبنوا معا ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعرى وغير ذي صلا فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هود ألا نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل وأهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من ألوها ويا لا تفصلي باب هاءات التأنيث المرسومة في المصحف تاء ورحمة الزخرف بالتاء زبرا لعراف روم هود كاف البقرة
نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا والأنفال وحرف غافري قرة عين جنة في وقعت فطرت بقيت وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف باب همز الوصل وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي لاسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين باب الوقف على أواخر الكلم وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم الخاتمة وقد تقض نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله والحمد لله رب العالمين.